الأهلي استأنف تدريباته عشان يبدأ الاستعداد لمصر المقصة في الدوري. طاهر ومروان أدوا جلسة في الجيم في تدريبات النهاردة، وفي شكوك في الأهلي بإصابة حسين الشحات بعد ما اشتكى بشعوره بالآلام. موسيماني طلب من لاعبة الأهلي نسيان الفترة اللي فاتت، وطلب منهم إنهم يركزوا في الفترة الجاية، كانت ماتشات محلية أو إفريقية. كمان ظهر في مران الأهلي النهاردة وائل جمعة والإعلام الإماراتي يعقوب السعدي وكابتن بيبو. الأهلي تأهل للقائمة النهائية من المتنافسين على جائزة نادي القرن على مستوى العالم، ووليد سليمان وديانج وأحمد ريان رجعوا وشاركوا في تدريبات الأهلي النهاردة بعد عودتهم من إصابة كورونا.